أهلا ومرحبا بكم في جولة صحفية جديدة نرصد من خلالها أهم الأخبار الصحفية المحلية. إذن مشاهدينا نبدأ باستعراض أخبار الصحف المحلية لهذا اليوم، ونقرأ من صحيفة أخبار الخليج أنه تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، استضافت مشاريع الأمل الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل فعالية افتتاح خاصة لإطلاق أكبر مساحة عمل مشتركة في مملكة البحرين HQ بالشراكة مع قارات السيف. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة خلال الفعالية بالشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تهدف لإطلاق مبادرات هادفة تسهم في تعزيز ابتكارات الشباب ومواهبهم. ويأتي افتتاح HQ لتيسير الفرص لرواد الأعمال من ذوي الجدارة في مكان واحد. وإلى الصفحة الرياضية لصحيفة أخبار الخليج، حيث أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، حفلة تدشين استضافة مملكة البحرين للجولة العالمية 3-on-3 لكرة السلة التي ستقام في شهر نوفمبر المقبل لأول مرة على أرض المملكة. وأشاد سموه باستضافة مملكة البحرين للجولة العالمية 3-on-3 لكرة السلة بتعاون ثلاثي بين اللجنة الأولمبية البحرينية والاتحاد البحريني لكرة السلة والاتحاد الدولي لكرة السلة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتنظيم مختلف الأحداث الرياضية الدولية التي تعزز مكانة البحرين على خارطة الرياضة العالمية. ومن صحيفة الوطن نقرأ بأن مكتب رئيس مجلس الوزراء أعلن عن فتح باب التسجيل للالتحاق بالدفعة التاسعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، والذي سيستمر حتى 3 أكتوبر 2023. وبهذه المناسبة أكد مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء السيد حمد المحميد أن البرنامج يسعى منذ إطلاقه إلى إعداد كوادر وطنية قيادية ذات كفاءة ومهنية عالية عبر انتدابهم في مكتب رئيس مجلس الوزراء لمدة عام كامل، وانخراطهم بالعمل في برنامج تدريبي مكثف لصقل مهاراتهم وتطويرها وإكسابهم المعارف. ومن صحيفة الوطن نقرأ بأن سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أكد على اهتمام الوزارة الوثيق بقطاع التجارة الإلكترونية، والذي يندرج ضمن أولويات خطط عملها الرامية إلى تطوير وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مملكة البحرين. جاء ذلك خلال تدشين إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة نظام ختم التجارة الإلكترونية إفادة، الذي يتيح منح ختم لمنصات التجارة الإلكترونية بعد استيفائها لمتطلبات التسجيل دون دفع رسوم. وأشار سعادة الوزير بأن ختم التجارة الإلكترونية يؤكد للمستخدم بأن المتجر الإلكتروني مسجل ونشط ضمن سجلات الوزارة، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين. أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في مقابلة خاصة بها صحيفة الأيام على هامش أول زيارة له للمملكة أهمية العلاقات التي تجمع ما بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، واصفا العلاقات ما بين البلدين بأنها مبنية على رؤية مشتركة من أجل الاستقرار والازدهار في المنطقة.
إعلامنا الوطني مفخرة للوطن، عنوان مقال نشرته صحيفة الوطن للكاتب الصحفي عبد المنعم إبراهيم. فإلى سطور المقال. ربما هو أهم تاريخ تسجله ذاكرة وزارة الإعلام في 2023، يوم تشرفت الوزارة ومنتسبوها بقدوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتدشين الاستوديو الرئيس لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين ومبنى استوديوهات الإذاعة الخاصة بمجمع وزارة الإعلام، زيارة مهمة لتتويج مناسبة مرور 50 عاما على بدء البث التلفزيوني في مملكة البحرين، لتؤكد المكانة المهمة للإعلام في كونه ركيزة أساسية في المسيرة التنموية الشاملة. إن اهتمام القيادة في تطوير ومساندة الإعلام بمختلف أقسامه يأتي من إيمان ويقين بأن هذا الجهاز المهم كان ولا يزال وسيلة لتعريف وتوثيق إنجازات مملكة البحرين على الساحة المحلية والعالمية. فطوال العقود الماضية كان للعنصر البحريني دور كبير في تطوير العمل الإعلامي، فإعلامنا الوطني وجنوده أثبتوا بأنهم مفخرة للوطن. أطلقت رائدة الأعمال البحرينية ياسمين نجيب تطبيقا مخصصا يمكن الأهالي من متابعة تنقلات أطفالهم في وسائل المواصلات والطلبة في الحافلات المدرسية بشكل خاص، كما يمكن التطبيق أصحاب شركات المواصلات من متابعة تحرك الحافلات التابعة لها وتحديد مكان كل طفل تقله على مدار اللحظة. وأوضحت ياسمين أن التطبيق الذي حمل اسم أمانة يستهدف شركات المواصلات والنقل بالدرجة الأولى، إضافة إلى الأهل الذين يرسلون أطفالهم إلى المدرسة أو في مشاوير خاصة مع السائق. تزامناً مع شهر سبتمبر المخصص للتوعية بمرض سرطان الأطفال عالمياً، نشرت صحيفة أخبار الخليج فيديو لإطلاق مبادرة ابتسامة التابعة لجمعية المستقبل الشبابية والمعنية بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال مرضى السرطان وأولياء أمورهم، النسخة 10 من حملتها التوعوية أطفالنا كالذهب 10. فلنتابع. سعيدين اليوم بإطلاق النسخة 10 من حملة أطفالنا كالذهب، اللي نهدف من خلالها إلى نشر الوعي للمجتمع بمرض سرطان الأطفال، واللي نحن نعتبره دور مهم من الأدوار اللي تقوم فيها مبادرة ابتسامة اللي هي توعية المجتمعية بمرض سرطان الأطفال. راح إن شاء الله تكون عندنا منصات توعوية في المراكز الصحية، منصات توعوية في المجمعات التجارية، راح تكون عندنا تعاون مع الكثير من القطاع العام والخاص اللي راح نقدم محاضرات وورش عمل، بالإضافة إنه راح تكون هناك مهرجان مشي نهاية شهر سبتمبر، وندعو الجمهور إن شاء الله يشاركونا في هذا المهرجان اللي هو للتعبير عن التضامن مع الأطفال مرضى السرطان. أنا دائما أقول كلمة وأحب أرددها أكثر من مرة، أنا أقول لن يرتقي المجتمع إلا لما تتكاتف جميع الجهود وتتوحد جميع الجهود الفردية والمجتمعية والمؤسسية العامة والخاصة والفردية، إلى أن احنا نكون كلنا نستثمر وقتنا ومجهوداتنا ومبادراتنا وأفكارنا وعطائنا في بوتقة واحدة، وهي أن احنا نخدم المجتمع ونرتقي فيه لأبعد ما يكون. نشاهد من صحيفة الأيام فيديو يحكي علاقة العم ياسر الأنصاري مع حرفة صناعة الدلال التقليدية، فمن ورشته الخاصة في المنزل يقضي العم ياسر جل ساعات يومه ممسكاً بمطرقته ليدق على صفائحه النحاسية ليحولها إلى دلال تراثية. فلنشاهد. والله هو أول شغل اليدوي تدري في محرق ما يخلى بيت، يعني من اللي خيطون اللي يسوون الشغلات وايد أشياء، اللي بيت المحرك كله تعارف عائلة واحدة، والمهن فيها البيوت، وإحنا نشأنا من عائلة حرفيين، أبوي مثلاً حرفي، خواتي كلهم حرفيين يشتغلون، أبوي كان عنده ورشة لحام البداية في المنامة، هو يوسف الأنصاري، وبديت أنا وياه ليه بند، بعدين يعطني هواية طارق على النحاس آيات القرآنية. أبا أشكر سمو الشيخ محمد بن سلمان على زيارتي لي
صراحة، ووقفته وياه ودعمه مو بس الحرف اليدوية، كل الحرف صراحة، والله يحفظه. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله.